الناس النهارده هو اساس واحد من الناس. لما جينا نعمل برنامج واحد من الناس من 4 5 سنين قعدنا نفكر نسمي البرنامج ايه، برنامج بيهتم بالناس، بالناس البسطاء، بالمهمشين. وبعدين وانا قاعد بتفرج على التلفزيون لقيت فيلم قدامي، فيلم جميل جدا وبطله انسان، يعني انسان بجد، وفيلم بيتكلم على معاناة واحد من الناس، وكان الفيلم اسمه واحد من الناس. قلت الله، طب ايه المانع ان انا اسمي البرنامج واحد من الناس؟ رفعت السماعة وكلمت النجم الجميل ده، قلت له لو سمحت بعد اذنك انت عامل فيلم جميل جدا ورائع اسمه واحد من الناس، ممكن استلف منك اسم البرنامج الفيلم ده عشان اسميه البرنامج بتاعي؟ قال لي اوي اوي اوي، هو دمه خفيف جدا وحبوب جدا وجميل جدا، هو وافق. ومن ساعتها اطلقنا على هذا البرنامج واحد من الناس. واحد من الناس نجم جميل لانه بيهتم بالبسطاء. واحد من الناس انسان ليه تاريخ، هو صحيح شاب صغير مش كبير، بس قدر يعمل لنفسه تاريخ فني جميل. وايضا عنده حاجه اجمل، ان هو عشان يعبر على مشاكل احد الناس نزل للناس، فافلامه كلها كانت بتتكلم على الناس البسيطه التعبانه الشقيانه. الناس دي هي اللي خلته نجم من اكبر النجوم النهارده في مصر بل وفي العالم العربي، كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز ملك الأكشن والحركات، ونجم شباك العيد بفيلمه الجديد الفيل الأزرق. نجح كريم عبد العزيز في تقديم أدوار الأكشن بطريقة مختلفة مزج بها بين الجد وخفة الظل التي اشتهر بها في أغلب أدواره. انت يلا قول لنا مين انت هتفكر، انت هتودينا في داهية. انت كمان بتهدد الواد، بتزغده قدامي. انا كده فهمت. بين على اسمه يا باشا. ولد كريم عبد العزيز في اغسطس عام 75، وتخرج في معهد السينما قسم اخراج عام 97. عمل في البداية كمساعد مخرج، وسرعان ما تحول مسار كريم عبد العزيز من الإخراج إلى التمثيل على يد المخرج شريف عرفة، ثم لعب أول بطولة مطلقة له أمام منى زكي وحلا شيحة في فيلم ليه خلتني حبك. واحد من الناس كان محطة فارقة في مشوار كريم عبد العزيز، جسد فيه ببراعة دور الشاب الثائر في وجه الفساد. نال كريم عبد العزيز خلال مشواره الفني العديد من الجوائز الفنية، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل درامي عام 2009 عن فيلم أولاد العم. توالت أعمال كريم عبد العزيز وآخرها الفيل الأزرق الذي استخدم فيه خلطته السرية التي استطاع بها أن يتربع في قلوب جمهوره. اولا مبروك على واحد من الناس، على واحد من الناس طبعا. ومبروك ان انا اول مره اجي لك في قناه الحياه، او نبقى كلنا واحد من الناس، يعني مفيش حد واحد من الناس، نبقى كلنا واحد من الناس. بس انت الحقيقه واحد من الناس اللي الناس بيحبوهم، وواحد من الناس اللي الناس بيحترموهم، واحد من الفنانين اللي الناس بيقدروهم جدا، وفي المواقف كلها ليك بصماتك والناس بتقدرك. الحمد لله. وإنسان سيرتك الذاتية محترمة ونقي في تعاملاتك مع الناس، وده راجع لأن في تربية وفي أم عظيمة جدا. ربنا يخليك. ربنا في أب عم. أستاذنا الكبير المخرج الكبير الأستاذ محمد عبد العزيز، يا رب الصحة والعمر كله يا رب. ربنا يخليك. فيعني ده مش غريب عليك. بمناسبة بقى الأب والأم، وبمناسبة إن احنا نتكلم في واحد من الناس، كريم عبد العزيز بقى الطفل الجميل اللي احنا شفناه زمان في فيلم المشبوه طبعا مع الاستاذ عادل امام طبعاً. ازاي بدا فنان؟ ازاي اتكون في سن صغير؟ كنت ايه، 7 8 سنين؟ لا لا لا، المشبوه كان عندي 4 سنين. 4 سنين؟ 4 سنين بالظبط. وكان الاستاذ عادل امام داخل يصور هذا الفيلم مع الراحله العظيمه
الأستاذ سعاد حسني، وكان ساعتها بيصور فيلم مع والدي أعتقد، مش متذكر اسم الفيلم بس أعتقد أنه غاوي مشاكل. هو عمل مع الأستاذ محمد أفلام كتيرة، عملوا أفلام كبيرة جدا وكتيرة جدا حوالي 17 فيلم. فكانوا هم عايزين ساعتها طفل عنده 4 سنين يبقى ابن أستاذ عادل وابن أستاذ سعاد حسني الله يرحمه. فقال له يا محمد احنا عايزين طفل يعمل الدور، وكان أستاذ سمير سيف المخرج، وكان إنتاج الأستاذ واصف فايز، وكان سيناريو وحوار وقصة أعتقد الأستاذ إبراهيم الموجي. فهم كانوا فاكرينه طفل بقى هادي وعاقل، تعرف، وطفل كده عاقل. فروحت عملوا لي تيست كاميرا، وكان ساعتها أستاذ عادل إمام وأستاذ سعيد صالح محتضنيني جدا ومفهميني إن إحنا عاملين عصابة، وعلشان يفك الطفل يقدر يعيش معهم في الجو، يعيش معهم. هو ما يعرفش بقى إنه كان بيتعامل مع شيطان صغير، لا عارف يصور ولا عارف كاميرات ولا عارف إضاءة ولا لمبات. ومن هنا ترشحت للفيلم مع أستاذ عادل، وبعدين توقفت تماما عن التمثيل لحد ما دخلت معهد السينما سنة 93. لا استنى نطيت المدرسة. انت نطيت 20 سنة نطيت في نطة كبيرة. نطيت المدارس بقى والتعليم والحاجات دي ودخلت على الفن على طول. انا عارف انك انت كنت شاطر في المدرسة، انا بتكلم قبل بس ما نخش المدرسة. 4 سنين بتعمل فيلم وبعدين طبعا انت مش واعي قوي اكيد، مظبوط، غير بقى المشهد اللطيف بابا تعالى الحقني يا بابا تعالى ايه كنت عايز اقول لك ده، هي الجمله دي بتتقال لحد النهارده، يلا يا بابا الحقني يا بابا، ده كويس انا حفظتها كمان، دي كانت طويله عليا زمان، يلا يا بابا الحقني يا بابا، دي بتتقال بشكل لوب يعني، لدرجه حتى في الفيلم يلا يا بابا الحقني يا بابا، يلا يا بابا يا ابني طب استنى هيلحقك ما في الطريق، يلا يا بابا الحقني يا بابا، دي لحد النهارده عايز اقول لك بتتقال في الشارع. طيب الفيلم ده المفترض في اطفال كتير جدا في تاريخ السينما المصريه معروفين، حتى في برامج في التلفزيون بتتعمل عليهم يقولوا ايه تعالى نشوف اللي طلع مع الاستاذ فؤاد المهندس، اللي طلعت معاه في مسرحيه كذا، صح، راحت فين دلوقتي ايناس عبد الله واختها دينا وغيره وغيره. طبعا انت بقى لما يعني بدات بدايه قويه ما فكرتش بعد كده بقى انك انت تكمل بقى تطلع تمثل تاني يودوك افلام تانيه؟ والله بص، هي كانت كان والدي ووالدتي رافضين الفكره دي تماما ساعتها، المدرسه برضو خد بالك التصوير بياخد فترات طويله جدا، والطفل ممكن يقعد يعني، انا ما فهمتش ده غير لما صورت مع طفله في فيلم حراميه في كي جي 2، الطفل بيقعد 15 ساعه في الاوردر وبال 16 ساعه وبيحفظ وبيخرج من المدرسه على الاستوديو على طول، فما فيش وقت للمذاكره ولا للبيت ولا. فوالدي ووالدتي وقفوا الموضوع ده تماما لحد ما جيت بقى خلصت المدرسة ودخلت معهد السينما قسم إخراج. طب ليه إخراج؟ يعني واحد كان نفسه يبقى طيار، مش كان نفسه تبقى طيار؟ كان نفسي أبقى طيار أو ليه علاقة بالفن، لحد ما أنا مكنتش عايز أمثل خالص على فكرة، خالص يعني، أنا التمثيل ما كانش في دماغي خالص عم. ودخلت معهد السينما على أساس أن أنا أكون مخرج، ولدرجة لما حتى جيت أمثل أساتذة كبيرة جدا ليا زي الأستاذ علي بدرخان من خلال برنامجك أنا بحييه وبقول له ربنا يخليك لينا ويديك الصحة يا دكتور، يعني كان رافض الفكرة، قبليها والدي كان رافض الفكرة، وأساتذة كتير جدا ليا في معهد السينما كانوا رافضين إن أنا أسيب الإخراج وأمثل، إيش كانوا شايفين بقى في الطالب ده إنه ممكن يبقى مخرج كويس، ممكن يبقى يعني، لدرجة قالوا لي حرام وليه انت كويس وحرام. طب انت ليه عايز تخش تبقى مخرج؟ هل امتداد لبابا؟ هل من كتر ما كنت بتحضر مثلا معاه في اللوكيشنز تصوير كتير كتير، حضرت افلام كتيرة جدا ورحت استوديوهات كتيرة جدا. انت عارف طبعا ان بابا درس لي في معهد السينما، انا عارف طبعا قسم اخراج، قسم اخراج درس لي وكان من اعظم الاساتذة الحقيقة، هو جديد بس شوية كده. درس لك انت كمان؟ صح، درس لي انا كمان. ده كنت بتعمل ايه في المحاضرة بتاعته؟ لا دي اقدم محاضرة يعني، دي المحاضرة اللي بقعد فيها زي الألف، لأن هو راجل ألماني جدا وتعليم يعني تعليم، 6 يعني 6 7 يعني 7، فمفيش مجال بقى يعني. مفيش مرة اتأخرت عن المحاضرة؟ لا في، عملت ايه؟ في، وكان معايا أحمد جلال، أحمد جلال المخرج اللي أنا عملت أحمد نادر جلال، أحمد نادر جلال كان دفعتي، فدخلنا متأخر، فهو كان دايما يحط السيجارة كده في بقه فبص فوقف، فأنا رفعت إيدي قلت له نخش ولا انا مش طالع بره، فجلال بيقول اصل يا استاذ بتش ما خلاص هنتمرمط انا وانت وهنخرج في الاخر، شكرينا يا استاذ، السلام عليكم.
هو صارم جدا وتعلمت منه فكرة ستة، يعني ستة المواعيد، عمل يعني بتشتغل من كل قلبك. لما دخلت المعهد بقى بدأت طبعا بقى تعيش بقى دور المخرج بقى، وطبعا انت عايز تعمل بقى اعمال، ومفترض انك انت امتداد لمخرج كبير، يبقى لازم على الاقل يعني ابن الوز يكون عوام. اشتغلت مساعد مخرج. اشتغلت مساعد مخرج. اول فيلم اشتغل فيه مساعد مخرج كان فيلم اسمه التحويلة، اخراج الاستاذ امالي بهناسي الله يرحمه. وكنت في سنة تانية معهد السينما، وقال لي انت هتيجي معايا سكريبت. تركت انا اتسرعت سكريبت، وانا اتحمل مسؤولية سكريبت، يعني عشان بس الناس يعني تبقى اللي هو بياخد باله من الراكورات، بياخد باله من استمرارية الحركة. الراكور يعني اللبس، يعني تخش بنفس الجاكيتة تكمل بنفس اللبس، يعني تخش ببدلة حمراء تطلع ببدلة زرقاء، كحلي وزرقاء وخضراء. فقلت له يا استاذ امالي ده ما يعني مسؤولية كبيرة جدا، وانا طالب ساعتها في معهد سينما. قال لي لا انت هتعمل معايا الفيلم. وفعلا ابتديت افرغ السيناريو بالكامل، وابتديت بقى اوفق ما بين الفيلم والسيناريو لحد سنة ثالثة معهد سينما. انت عارف احنا عندنا مشاريع تخرج زي بيبقى فيلم قصير كده سنة رابعة بتتحكم عليه، بيبقى زي مشروع للتخرج يعني. فانت ما بتقدرش تجيب ممثلين محترفين، بيبقى عندهم اعمال وعندهم، فتلاقينا ممكن احنا نجيب بعض منكم فيكم مننا فينا كده بس بحيث المشروع يكمل يعني. فمثلت في مشروع من مشاريع زمايل، وبعدين بعد ما وقفت قصاد الكاميرا لقيت متعة غريبة كده، ولقيت ان عايز اعيدها، ولقيت ان عايز اتكلم. ابتدى بقى يبقى عندي صراع، ما هو الوقوف ورا الكاميرا متعة والوقوف قصاد الكاميرا متعة، انهي متعة اللي انا ميلها اكتر؟ اتحسن في اضحك الصورة تطلع حلوة يا استاذ بعد ما اتخرجت. ازاي؟ انا خريج 97 ومروان حامد اصغر مني بسنه او سنتين في معهد السينما، وكان ساعتها مساعد للاستاذ شريف عرفه. مظبوط. هو والاستاذ علي ادريس. فمروان قال لي انت عايز تمثل؟ قلت له اه عايز امثل. قال لي طيب استاذ شريف عرفه واستاذ وحيد حامد والده داخلين بيعملوا فيلم اسمه اضحك الصوره تطلع حلوه، بطوله الاستاذ احمد زكي وبطوله الاستاذه ليلى علوي والراحله العظيمه سناء جميل. سناء جميل. قلت له يا عم هي دي الاسماء اللي انا هبتدي معاها، كتر خيرك سلام عليكم مش عايز، انا همثل بالراحه وابتدي بالراحه كده. ايه الاسماء؟ قال لي بس لو سمحت ايه استاذ شريف عايز اشوفك بكره. رحت الاستاذ شريف عرف المكتب، ف عمل لي تيست كاميرا، وبعدين قال لي انا هدي لك مشهد عايزك تذاكره كويس جدا، وبكره نتقابل عندي في المكتب. قلت له حاضر. ببص في المشهد لقيت ان ده الماستر سين بتاع الاستاذ احمد زكي نفسه في الفيلم. قلت له استاذ شريف انا جاي اقول كلمتين، ولو شكلي ما ينفعش روحوني، وانا مساعد مخرج وان شاء الله ربنا يكرمني، يعني ده الماستر سين بتاع هذا الراحل العظيم العبقري، فانا هعمل هنا ايه؟ قال لي لا بس انا عايزك تقراه. فروحت البيت وحفظت المشهد بالكامل، وكان عندي كاميرا كده صغيره قعدت اصور بيها نفسي من كذا حته من كذا ناحيه، لحد ما تاني يوم رحت الاستاذ شريف عرفه وعملت تيست الكاميرا، فانا شايف وشه ورا الكاميرا بيعمل كده. فخلص الجمله قلت له انا متشكر جدا ان انا قابلتك يا استاذ شريف، انا هروح ونفسي بقى اتدرب معاكم اخراج واجي واعزموني فقال لي لا كريم انت هتعمل معايا الدور. فدي كانت دي يعني دي النقطة. شريف عرفة عشان يقول ده معناه طبعا شايف طبعا مخرج في فنان قدامه، مخرج كبير جدا ومعاه الكاتب الكبير جدا ربنا يديله الصحة الأستاذ وحيد حامد، ومعاهم نجم كبير جدا الأستاذ أحمد زكي الله يرحمه. فدي كانت النقطة بقى اللي خلت حياتي تروح بقى في حتة تانية خالص. معاهم اضحك الصورة واتعرض في مهرجان التلفزيون الثالث أو الرابع أظن، وعمل نجاح كبير، كان من إنتاج التلفزيون، وكان ساعتها الاستاذ الراحل العظيم وانا بعزيك على الهوى ابونا ومش ابوك لوحدك، واحنا يعني فقدنا قامه فنيه وفقدنا كاتب واداره ورحمه الله عليه، ويعني ده ابونا كلنا عمر بقاء لله. شكرا. التجربة كانت مهمة، يضحك الصورة تطلع حلوة وطلعت الصورة حلوة.
اتعرض الفيلم الحمد لله. انا عايز اعرف رد فعل الاستاذ محمد عبد العزيز ايه. اصل انت انا عمال ابص في كل شوف انا بعرفك من طفولتك يعني احنا في علاقه انسانيه وعائليه وكل حاجه مظبوط. لكن مفيش مره انت اشتغلت مع باباك خالص؟ لا عملت مع والدي مسلسل قبل اضحك صوره تطلع حلوه بس ما تعرضش في مصر, تعرض في الدول العربيه. كان اعتقد اسمه أنين امراه بالظبط كده. وجيت بعديها الوحيد يمكن ده الوحيد. وجيت بعديها دخلت معهد السينما. ابويا بيعتز جدا بالاخراج وبيقدر جدا هذه المهنه, وبعدين من المدارس القديمه الاصيله المحترمه اللي كلنا تربينا على اساسها هو وكل هذا الجيل العظيم. فكان بالنسبه له يعني يا كريم انت مخرج, حرام نفقدك يا ابني كمخرج وتروح تمثل. قلت له انا عايز امثل. هتخليني امثل معاك؟ همثل. مش هتخليني امثل, هخبط على البيوت. همثل يعني همثل. فانا ما انساش جمله يوم العرض الخاص بتاع اضحك الصوره تطلع حلوه. فخلص الفيلم فسلم عليا وبيحضني فمسكني كده من كتفي وبص في عينيا وقال لي, قال لي لا كمل يا ابني انا شايف ان انت تكمل. قلت له بجد؟ قال لي انا طبعا وجه جديد طبعا ما تقدرش يعني, بس مخرج وبيستشف ان يعني بذره يطلع منها ممثل في المستقبل. فقال لي لا مثل. وكان الاستاذ يوسف شاهين بالظبط كان الكرسي اللي قدامي. فبعد العرض انا فاكر عمل لي كده. فكانت يعني اول بس بق ميه تشربه ان انت يا جماعه انفع ولا ما انفعش. البدايه كانت قويه لان معاك نجوم كبار طبعا, وكان معاك وجه جديد منى زكي. منى زكي طبعا جديد. منى زكي طبعا لا بس منى كانت ممثله قبلي. منى كانت عملت قبليها العيله وكانت اهالينا مع برضو الاستاذ العظيم اللي انا بكنله بكل الفضل اللي برضو صاحب فضل عليا الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ ومدام سميره احمد وبرضو الاستاذ اسامه انور وكاشه رحمه الله عليه لما جابوني بعد كده بقى في امراه من زمن الحب. دي كانت المرحله الثانيه او المحطه الثانيه في حياتك. دي كانت المرحله الثانيه. اختارتك الاستاذه سميره احمد تكون ابنها في المسلسل. في المسلسل. الاختيار برضو بناء على الفيلم. كان بناء على الفيلم. وكانت اتفرجت عليه في مكتب الاستاذ يحيى العالم الله يرحمه. وانا كنت في اسكندريه مع صحابي ففوجئت بالتليفون. ما كنتش ساعتها للاسف مسجل الرقم فرديت الو كريم انا سميرة احمد. مدام سميرة زي حضرتك؟ قالت لي احنا بنعمل مسلسل جديد بطولتي واخراج الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ وتاليف الاستاذ اسامه انور عكاشه وانا عايزك تبقى معايا في المسلسل. عينيا الاثنين طبعا عليا الشرف. نزلت من مصر يوم الخميس, نزلت في نفس اليوم قريت ال 30 حلقه بالكامل يوم الجمعه, رحت يوم السبت مضيت المسلسل. ودي كانت نقطه تحول بقى, تحول اخر في حياتي خالص. ازاي؟ اضحك الصوره تطلع حلوه لما نزل يعني التلفزيون برضو غير السينما. يعني التلفزيون قاعدته الجماهيريه كبيره جدا جدا عريضه, ملايين المشاهدين. ملايين المشاهدين بالظبط. ورمضان كمان. ورمضان. فعقبال ما الفيلم خلص ونزل واتعرض ماشي الناس كلها بتروح السينمات, لكن بتعرض في رمضان مسلسل لكل هؤلاء النجوم. فاول ما اتعرض بقى امراه من زمن الحب دي كانت اللي هو بقى الناس بجد عرفتني في الشارع. يعني انت كنت الاول في مرحله التجريب بتعمل لسه عايز تمثل وبعدين مدام سميره تجيبك وبعدين ما اعرفش مين يجيبك. امتى بقى نقول انك انت خلاص بدات بقى تمسك بتلابيب شخصيتك وتدرك انك انت فنان وتختار مرحله الاختيار؟ انت الاول كنت في مرحله الانتشار. مظبوط. بقيت مرحلة الاختيار. ايه اللي حصل؟ بص هي جت على مراحل. يعني اضحك وبعدين امرأة من زمن الحب وبعدين عملت عبود على الحدود مع استاذ شريف عرفة تاني لقاء, وكان مع صاحبي واخويا ربنا يرحمه يا رب ويجمعنا معاه على خير علاء ولي الدين واحمد حلمي. انت كل فيلم بس عبوده كان نقله ثانيه. عبوده كان نقله ثانيه خالص بقى, كانت السينما الشبابيه. وكان هنيدي ساعتها عامل صعيدي قبليها ومكسر الدنيا وارقام السينما المصريه ما شافتهاش. والجيل الجديد هنيدي وسقه ومنى وبعدين جه علاء وانا وحلمي. كانت بدايه الافلام الموجه, الافلام الشبابيه اللي طلعت اللي هو صعيدي اللي فتح الباب ساعتها. بعد عبوده عملت جنون الحياه مع الاستاذ سعيد مرزوق, بعدين الى ان بعد عبود وبعد جنون الحياه
وائل عبد الله. وائل عبد الله محطه في حياتك؟ دي محطه بقى في حياتي. طبعا وائل عبد الله المنتج والمخرج والكاتب. وانا بشكر كل واحد، يعني بشكر اللي وقفوا معايا في الاول، ووائل عبد الله بشكره لان وائل عبد الله كانت مرحله تانية في حياتي، انه قرر ان كريم عبد العزيز يبقى بطل فيلم. راجل قرر ان هو يستثمر في هذا النجم، بقى جام بريمير لفيلم لوحده، لفيلم مش لو كنت لا مش لوحدي طبعا. كنت انا ومنى وحلمي وحلا شيحة، بس كانت فكره ان احنا يعني يبقى طبعا عبود على الحدود علاء ولي الدين هو النجم، والناظر انا ما كنتش معاهم، لكن ليه خليتني احبك؟ هو بدايه ان ممكن تبقى على الاقل الفيلم مقسوم ما بينك وما بين اتنين حواليك. فطبعا انا لازم اشكره واكن له كل الفضل، لان راجل النهارده جه استثمر قال لك ده يبقى بطل وهي جرأة بصراحه ان المنتج يجي يحط فلوسه النهارده ويراهن يا فلوسه رجعت يا فلوسه يا راحت عملنا ليه خليتني احبك مع بعض. وبعدين بدايه يعني الايرادات الحقيقيه او الارقام الحقيقيه كان في حراميه في كي جي 2، وكذلك طبعا ساندرا ما اقدرش انسى ليه خليتني احبك، وحراميه في كي جي 2 وحراميه في تايلاند. حراميه في كي جي 2 كان كوميدي بقى، دخلنا في انت وطلعت، كان اول فيلم مع بلال فضل، مع بلال فضل انت وطلعت زكريا وماجد الكدواني وحنان ترك وعاملين حاجه لايت، كانت تركيبه كوميديه لايت جدا، اتنين حراميه، اصل موضوع شاطرين وكان دمه خفيف جدا، اتنين حراميه بيسرقوا بيت، واحد اتمسك والتاني ما اتمسكش، فالتاني عشان ما يبلغش عن صاحبه قال له تربي بنتي، وبتبتدي بقى معاناه الطفله اللي عامله زي القرد دي من خلال مواقف كوميديه ومن خلال قصه حب مع المدرسه. انا جيت بعد حراميه في تايلاند عملت الباشا تلميذ، برضو كان فيلم كوميدي جدا، مش جدا هو فيلم يعني كان سسبنس، كان كوميدي ورومانسي، يعني نقدر نسميه رومانتك كوميدي. رومانتك كوميدي، كنت انت وغادة عادل، انا وغادة عادل ومحمد رجب ورامز جلال قبل ما يقعد يفرقع في الناس ويعمل اللي بيعمله ده في البرامج. والاستاذ طبعا ربنا يديله الصحه استاذنا كلنا وعندنا الاستاذ حسن حسني. هي ابتدت من ابو علي، ابو علي من ابو بس علي. الباشا تلميذ عمل لك نجوم برضو جماهيريه كبيره وبقيت بقى الجان والمعجبات وكريم عبد العزيز بقى خلاص يعني بقيت جان. الفيلم نجح الحمد لله يا رب. بص هو كل فيلم خطوه، يعني هو كل فيلم قدمك خطوه، كل فيلم بس انت كنت محظوظ ولا كان ده شطاره منك؟ ان ما هو في ناس بتعمل خطوات، لكن في خطوه تطلعك قدام وفي خطوه تروح مرجعك ثلاث خطوات لورا. انت الحمد لله يعني الوالده العظيمه داعيه لك، ربنا يديها الصحه يا رب، لسه هنتكلم عليها، لكن واضح ان دعاها ربنا استجاب له لان كل خطوه كانت بتطلع في السلم. مظبوط مظبوط. بص هو حاجات كتيره جدا، هو ممكن تقول اختيار، وقبل كل حاجه هو توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى على الحظ، يعني توفيق اجتهاد، ويعني لو بلاش نقول حظ يعني التوفيق افضل، توفيق شطاره. ممكن تعمل فيلم حلو جدا ظروف العرض بتاعته تبقى وحشه ما بيتشافش، ممكن تختار دور متخيل انه هيأثر جدا تفاجئ انه ما أثرش. فربنا سبحانه وتعالى كان يعني كان كريم معايا جدا بصراحه الحمد لله رب. ابو علي بقى نقله جديده في حياتك، كانت نقله اخرى مختلفه تماما. ابو علي كان نقله بقى تانية اخرى خالص، نقله جديده خالص في حياتي، كان اول تعامل ليا مع زميلي في معهد السينما نفس الدفعه احمد جلال، وكان تاني تعامل ليا مع بلال فضل، بقى تالت تعامل تالت تعامل بالظبط معك منى زكي، ومعايا منى زكي طبعا وطلعت زكريا وخالد الصاوي. كنت ابتديت تعمل موضوع لايت بس اتقل شويه، كنوع من التمهيد او كسلمه لبرنامجك واحد من الناس. طيب قبل ما نروح لواحد من الناس انا عايز اتكلم على ابو علي شويه. ابو علي يعني احنا بنتكلم على حراميه في تايلاند وحراميه في كي جي 2، ابو علي غيرنا بقى، غيرته قلنا جيب نصاب. لا انت بقيت لا غير نصاب، بس انت كنت نصاب بس كان في تعاطف معاك. نصاب تعرض لتلفيق تهمه من ضابط لفق له اتهام وتحولت الى ضحيه. مظبوط. والمشاهد قاعد بيتفرج عليك ومتبنيك جدا وحاسس بيك ومتالم ليك، وكان ده بيعبر عن
عن زمن موجود في مصر في الفترة دي، ان كان في تلفيق بيتم الناس كتير جدا من تهم نتيجة ان في القوي اللي عنده السلطة والضعيف اللي ما عندوش سند وما عندوش السلطة. هل ده الدور ده دور ابو علي ده والامه اخوه عيان في المستشفى، الظروف الاجتماعية وابوه متوفي، الظروف الاجتماعية الصعبة جدا دي كلها، هل دي كانت اختيار؟ يعني انت وانت قاعد انت وبلال اكيد بتتكلموا مع بعض في السيناريو، انت كنت عاوز ابعاد الشخصية تبقى شكلها ايه؟ النقطة اللي جمعتنا انا وبلال لما جينا نبتدي شغلنا مع بعض هو كانت البسطاء، الناس المصري البسيط المحترم، ده اللي كان بيخلي الواحد يبكي ويدمع، زي النوعيات اللي احنا بنشوفها في برنامجك، زي الموظف اللي مش قادر يعلم بنته، مش البلطجي اللي مش عارف يعلم، بس مش البلطجي اللي مش عارف يعلم بنته. انا لا اتعاطف مع بلطجي، ولكن موظف محترم ورتبه على قده مش عارف يدخل بنته كليه، مش عارف يجيب لها دواء، هو البكا هنا على الحاله الاجتماعيه وعلى نظافته، انه محترم، انه ما مدش، انه ما سرقش. طبعا تراكمات احنا هنخش في اللي انت عايزه بعد كده هنتكلم فيه، ولكن كانت دايما مشاكل البسطاء او المهمشين زي ما الى الان دي كانت اللي شغلاني بشكل كبير جدا. ليه؟ لان دي احوج ناس ان انت تتكلم عنها، او انا حسيت ده ساعتها. يعني كان بيتعرض على فكره على مواضيع اجتماعيه ومواضيع رومانسيه، انا حب يعني لقيت روحي رايحه للمنطقه دي يا عمرو، وكان خوفي ان عشان كده دي من الحاجات اللي انا بصراحه اشتغلت عليها فكره الشكل، عشان كده كسرنا بشكل كبير جدا فكره الشكل عشان تقدر تقرب من شكل المواطن المصري اللي مش عايز بس غير انه يعيش حياه سليمه، مش عايز يتبهدل، عايز ياكل اخواته، عايز لقمه وعلاج بس. فدي كانت من يعني من اكتر المواضيع والى الان مش كانت اللي بتحرك فيا حاجه، اللي ببقى عايز اعمل حاجه، اللي بتشبعني انا حتى كممثل، بحس اني بعمل حاجه. خلينا قبل ما نتكلم في اللي جاي ونتكلم في واحد من الناس ونتكلم في ولاد العم ونتكلم في فاصل ونواصل والفيل الازرق، خلينا نفكر، ما تيجي نعمل حاجه فيها خير؟ يا ريت تيجي نروح مشوار كده، تاخدني بعربيتك كده ونروح اي خير انا معاك فيه، يلا بينا. طب تحب نروح فين؟ انا رحت قبل كده 57 3 57، عايز اروح اي حاجه ليها علاقه بالاطفال. انا معاك بس طبعا مش منفع، هنروح كده بقى. طب نقوم نغير، عندكم مكان بقى نغير؟ هنغير نلبس كاجوال. يلا بينا يلا بينا. ابني محتاج ضلع قلبه ماسك ان هو يسافر بره. والله لو تشوفوا حجم المرضى ومحتاجين قد ايه هتقولوا ان احنا بكره الصبح هننزل بدري ونروح، يا اما نشتري معدات طبيه، يا اما نشتري فلاتر للكلى، يا اما نشتري كانيولا، يا اما نتبرع، مهم ننقذ حياه طفل مريض، يا اما نشتري السرير. وربنا يجعلنا سبب معاك ونقدر نعمل اي حاجه للاطفال. سيداتي انساتي سادتي، والان مع فقره الفيل الازرق. أنا مش مظبوط. شريف مجنون. أنت شفتي هنجيلي عمر بتحلم تشوفه يحرقه. سابق كل أحلامي. هو في شجر بيطلع في قلب البيوت يا دكتور؟ أنت أمك أقول لك إيه؟ لو ما كنتش جبتها من فوق لتحت ما كانتش عجبتك. ايه الفيل الازرق ده بقى؟ حكايته ايه الفيل الازرق؟ اولا هو فيل بجد؟ ولا العلبه دي فيها فيل؟ لا. لا هو اولا هي روايه للكاتب اللي انا اتشرفت ان انا قابلته، اتعرفت عليه، كاتب محترم جدا جدا وكاتب موهوب جدا جدا، عرفني عليه صاحبي وصديقي مروان حامد، فانا سعيد جدا بالتجربه دي يا عمرو.
سعيد ان انا نفسي ككريم يعني انا فرحت بنفسي لما وافقت على الفيلم. يعني اولا فيلم مختلف تماما عن كل نوعيه افلام مش هقول لك السينما المصريه والسينما العربيه كمان. انا عايز اقول لك جالي الورق قريت الروايه مالوش اي علاقه باي فيلم انا مثلته قبل كده وجور جديد نوع جديد على السينما العربيه كلها بشكل عام ملهاش اي علاقه لا بشخصيتي ولا بالشخصيات اللي مثلتها قبل كده. انا سعيد جدا بالتجربه دي، سعيد ان انا اشتغلت مع مروان حامد مخرج موهوب جدا، مخرج بيحب شغله جدا، مخرج بيحب الممثل، مخرج بيحب السيناريو، مخرج بيهتم باصغر التفاصيل عشان نشتغل مساعد مع شريف عرفات. طبعا وابن الاستاذ الكبير الاستاذ وحيد حامد وطول الوقت في حاله ابديت عمرو وقرايات وايه جديد نزل بره لحد ما جيت قريت الروايه. طب تحكي لي شويه، انت شوقتني كده، عايز اعرف ايه حكايه الفيل الازرق. انا مش عايز احرق الفيلم اصلا، هي طب بس كده يعني خطوط عريضه. دكتور نفسي بيرجع، شفت الدخله عامله ازاي، بيرجع المستشفى اللي كان بيشتغل فيها من 5 سنين، تعرض لازمه عائليه كبيره جدا خلته انعزل عن العالم تماما، عنده عقده ذنب ان هو كان السبب فيها. بيرجع المستشفى اللي بيشتغل فيها اللي هي قسم 8 غرب. قسم 8 غرب هو قسم داخل مستشفى العباسيه، ده اللي بيروحوا له انت اكيد فاهم طبعا. انا عارفه، رحته انت مش رحته يعني مش رحته لا 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 اعوذ بالله يا رب احنا ممكن نروحه بعد كده مرضى الله اعلم. لا لا اعوذ بالله، لكن رحته صورت فيه دخلته من جوه. حاجه يعني حتى لما فرجوني على الصور لما حاجه يعني، ده قسم لما اي حد بيرتكب جريمه فبيروح يقعد 45 يوم يكشفوا عليه بحيث ان الدكتور يقدر يحدد اذا كان مرض عقلي ام نفسي. ام تمثيل. وكان اول مره اعرف ان هذا القسم تابع لوزاره العدل مش وزاره الداخليه. بص هي روايه غريبه جدا، فاقول لك بس اخر حته عشان ما بقاش حرقت حاجه. اول يوم رجوع لهذا الطبيب المستشفى بيفاجئ ان اول حاله جايه له صديق عمره متهم في جريمة قتل لمراته، ولابد ان هو اللي هيحقق معاه عشان يكتب التقرير اللي هيروح المحكمة اما بالاعدام او اما بانه مريض. اعرف عن نفسي الكثير، انا فتات انسان يتظاهر انه على قيد الحياة، انا يونس في بطن حوت كافر. أنا الذي ينتظر لحظة الإظلام الأخير. يحيى، أنت كده كملت 5 سنين انقطاع عن العمل. يحيى، أنت كنت فين ال5 سنين اللي فاتوا دول؟ ولا أنت اللعب نساك الطب؟ إيه رأيك في 8 غرب؟ 8 غرب النهاردة أقوى سجن متأمن في مصر. دكتور يحيى رشدي، حاجة تليق كده بمتهمين جرائم نفس؟ أقل واحد فيهم قتل عيلته كلها بدم بارد. دور غريب عليك جدا جدا. وبعدين أحمد مراد كاتب رواية بناء على دراسات وعلى لقاءات وعلى علم وعلى أسس طبية، يعني باذل فيها مجهود غير طبيعي. وكانت بقى مشكلة مروان الأكبر إنك هتحول ده الفيلم. فالله يكون في عون الاثنين وأنا معاهم، يعني خالد الصاوي طبعا، نيلي كريم. الدور اختارك ولا أنت اللي اخترته؟ الدور اللي اخترنا. الرواية كتبت بالكامل. ومروان وأحمد جابوا لي الرواية. قريتها في يوم ووافقت تاني يوم على الرواية، وبناء عليها أحمد مراد كتب السيناريو ودخلنا صراحة. بس خلي بالك أنت بترجع إلى طقوس او الى عادات محترمه جدا في السينما المصريه. اغلب افلام السينما زمان كانت عن روايات، صح، تتحول من روايه الى يتعمل سيناريو وحوار، ايوه، وبعدين تبقى فيلم. مظبوط مظبوط. الموضه اللي بقت بعد كده
ان بقى النجوم بيجيبوا كتاب يكتبوا لهم الافلام على المقاس وعلى المزاج. فانت بترجع لقواعد واصول السينما انك انت بتجيب روايه ادبيه وبتحولها لفيلم. مظبوط. انا في الاخر درس اخراج عام. والصناعه دي ليها اسس. لك مطلق الحريه ان انت تقول وجهه نظرك كممثل في الفيلم او كبطل. قول طبعا وجهه نظرك، والله انت جايز الروايه نفسها ما تعجبكش، هتعتذر. فانت بتقول كل وجهه نظرك، لكن في الاخر في كاتب ومؤلف من حقه ان هو يقول وجهه نظره بالكامل في الورق دون حسابات للبطل. وخد بالك ده بيبقى اصعب للممثل، ان انت اللي تروح للشخصيه مش الشخصيه اللي تجيلك، لان هي لو جات لك هي هتاخد حاجات من شخصيتك. مظبوط. يعني يجي يقول لك مثلا كريم هو قاعد معاك بيبقى عامل كده، فاقول لك هو قاعد كده، طب يا اخي طب ما تقعدني كده. ما انت هتطلع امتى جديد اقصد يا عمرو؟ الا لو كان في مبدعين حواليك. وبعدين حاجه تانية اهم وانا اظنها مشكله، انك انت نفسك كفنان يبقى عندك القابليه للتغيير والتطوير. صح ولا ايه؟ مظبوط مليون في المية. لكن في الاخر هو في نقطه مهمه جدا، وبرضو انا من نعمه ربنا عليا ان انا درست اخراج، دايما لازم عين تانية تشوفك غيرك. لان لو طول الوقت عينك هي اللي شايفاك فانت هتفضل طول الوقت تعمل الشيء اللي انت. مين العيون اللي حواليك اللي بتشوفك؟ يعني مين بتستشيرهم اللي حواليك لما يجي لك دور زي ده مثلا؟ والدي طبعا. انا بقعد مع نفسي، لكن اصل خد بالك يا ليه ما بعملش ده، لان برضه ساعات بيبقى في سيناريو المخرج والكاتب مش عايزينه يتقري. لكن ميزه الادب ان انت برضه بتجس نبض القارئ. يعني الروايه نزلت عملت مبيعات كويسه، وانا عارف انها يعني طبعت 7-8 طبعات لغايه دلوقتي. 7-8 طبعات. فبرضه ده كان نوع من يعني بتشوف ايه اللي عجب الناس، ايه اللي ما عجبش الناس، ايه النقط اللي في الروايه اللي انت عايز تعالجها في الفيلم. فدي انا اللي فرحني كمان ان احنا رجعنا للادب. مروان عامل حاله برضه حلوه جدا، يعني جامع ما بين السسبنس والرومانسيه والصداقه والرعب في اوقات والانسانيات وطول الوقت انت في حاله بازل بتحاول تجمعه، ما بتجمعوش غير في نهايه الفيلم. فانا سعيد جدا بهذه التجربه ومرعوب من هذه التجربه. 10 سنين تقريبا ما تقابلناش، بس تصدق لاقي عليك الجو الجديد ده، قصه الشعر والتاتو. انت لسه بتحبها؟ انا على قد ما حبيتها كنت داخل على جواز، على قد ما صعبت عليا انها اختارت واحد زيك. مين لبنى دي؟ تشتغل ايه؟ تاجر بالظهر. مين قتل بسمه شريف؟ اسال شريف. انده امك بايه؟ البني ادم ده مش طبيعي خالص، عنده تاتو وعاوز يشيله في ساعتها. احكي لي عن اسود حاجه في القميص. جبت القميص. مدفوع. احكي من ورا لقدام. حصيلة يومين بس في المستشفى، حققت مع صديق عمر متهم في جريمة قتل، طردني كلب اسود في احلامي، وفتحت تابوت رقدة في قصة حب ماتت من 10 سنين. إذا كنا اتكلمنا على الفيل الأزرق، لكن في حقيقة شخصيتين أنت لعبتهم باختدار جدا الحقيقة، محمود في واحد من الناس، وظابط المخابرات المصرية في ولاد العم. هما صحيح عملوا لك فيلم اسمه بنات العم بعد كده. فهمي وشيكو وشيكو. أيوة صح. لكن محمود بيمثل إيه بالنسبة لك؟ محمود المكافح التعبان اللي اختار طريق من اللي اختار الصدق، اختار الأمانة، فدفع الثمن كتير. بيمثل الغالبية العظمى من شباب مصر. مش شرط تبقى الجريمة حصلت له، لكن فكرة انه قهر، فكرة القهر، فكرة انه
في اللي بيدرس تجارة بيشتغل في مكان آخر. أنا مش ضد العمل على الإطلاق، ومن الغفير لرئيس الجمهورية جزمتهم على رأسي، لكن فكرة التخصصات، فكرة إن ما ينفعش مهندس يتحط في مكان غير المهندس، فكرة إن الدكتور يتحط في مكان غير الدكتور، فكرة إن المحامي يتحط في دي نقطة، فكرة القهر، فكرة الظلم طبعا. لو عملنا بكرة قررنا أنا وأنت نعمل فيلم واحد من الناس بارت 2، احكي لي كده ممكن يعني يبدا احداثه بايه، محمود يبقى شكله ايه دلوقتي؟ لا ده موضوع بقى، ده احنا ايه لازم نكلم مؤلف دلوقتي؟ لا لا لا، ده احنا هنحط له سنين انا واثق في ضوء الاحداث اللي احنا فيها. يعني احنا واحد من الناس محمود ده كان في 2009 2008 مظبوط؟ مظبوط. دلوقتي في عام 2014 ايوه قررنا بعد اذنك انا هكتب السيناريو. يا سلام، ده انا ليا الشرف. اديني فرصه يعني، وممكن اخرجه لك كمان لو احمد ما عندوش مانع. وقررنا المنتج بقى هنا في نشوف قناه الحياه تنتج. وقررنا ان احنا نعمل جزء تاني من واحد من الناس. يبدا بايه؟ ومحمود ده يبقى شكله ايه؟ وهل محمود اللي هيطلع في 2014 هيكون احسن حاله من محمود اللي كان في 2008؟ لا لا لا، مش هيبقى احسن حاله. طيب نهاية الفيلم هتبقى ايه؟ محمود انتصر في الجزء الاولاني. انا نفسي في نهاية الفيلم دي مصر كلها منورة يا اخي. نفسي تبقى منورة. منورة بناسها ومنورة باهلها ومنورة بناسها الفقرة البسيطة الحلوة. المصري طيب جدا يا عمر، يعني المصري عايز طبطبة وعايز حضن وعايز اللي يحترمه. فاصل ونعود او فاصل ونواصل؟ فاصل ونواصل ما انت عايز بقى. وكان فصل وايه؟ فصل ونعود. فصل ونعود. اتظلم لانه جاف في ظل احداث 25 يناير؟ اتظلم، بس احنا سجلنا فاكر بعديها وقلنا اي فيلم في ده الصبر. انه كان من اجمل الافلام. كان اخراج برضو احمد جلال وكان كاتبه احمد فهمي. وانا بحب الفيلم ده جدا، كانت فكرته وانا بحبه جدا على فكره. فكرته غريبه جدا. لان الحقيقه بيجمع ما بين التراجيديا والكوميديا والسسبنس والواقعي. شوف العناصر كلها ازاي، يعني حاجه غريبه. سواق التاكسي انا مش هنسى المشهد لما بيقفك الضابط يقول قلت له ابني، قلت له ابني، قال لي ايه وساعتها لا هي اكتر جمله معاك اللي يثبت حاجه زي كده، الواد بيهرس بقى ساعتها. ايوه، اكتر جمله في الفيلم انا بتضحكني جدا نهايه الفيلم، بعد ما محمد لطفي على شريط القطر وبركب العربيه بيقول لي هنروح فين، قلت له هنروح لعمك صلاح ابن الجزمه احسن، وحشني نطلع عليه. فيلم كان جميل، فيلم جميل جدا. وانا دايما بحب يعني انا واحمد جلال عملنا مع بعض، عملنا ابو علي وعملنا واحد من الناس وعملنا محطه مصر وعملنا خارج عن القانون وعملنا فصل ونعود. كان لما محطه مصر كمان ده كان كوميديا تانية خالص. انت بقى ومعاك منا شلبي طبعا والاستاذ لطفي لبيب. والاستاذ لطفي لبيب ليه موضوع كبير معانا، الاستاذ لطفي في الفيلم ده ربنا يا رب يديله الصحه. دلقنا في الترعه بالكارت. تتكلم جد؟ اول مصحف يعني المشهد ده حقيقي؟ وقعنا في الترعه بالجلاليب، احنا راكبين الكارته وقبل الشوط ما يبتدي ماسك الكرباج استاذ لطفي وعمال يدي في الحصان، والحصان يروح باصص له، قلت له يا استاذ لطفي خلينا نخلص الشوط على خير الله يبارك. قال لي يا ابني انا جوكي، قلت له لا الجوكي اللي بيقعد على الحصان مش بيركب الكارته. فضل في الحصان كرابيك كرابيك، الحصان جات له حاله هستيريا، جري الحصان، عدى الحصان جسمه من على الكوبري وراح درق الكارته بينه وهو في الترعه بالجلاليب. فربنا يديله الصحه يا رب ويجمعنا معاه. كنت انت مين؟ كنت انا استاذ لطفي لبيب في بس هو بقى نطينا العنف الترقع حلو برضه تحفه قوي تحفه، بس بقى انا بلحق نفسي وعايز الحق استاذ لطفي والحصان فوق فادي الحصان والحق الحصان اللي ينزل علينا ده. كريم، في ستتين مهمين جدا في حياتك عايز اتكلم عليهم، ماما ومراتك. كلمني الاول عن ماما. انا عارف انت عاشق ليها وعاشق للتراب اللي هي بتمشي عليه، كلمني عنها وعن حياتها معاك ودورها في حياتك انت واختك، وانا عارف ان دورها كبير جدا. مبدئيا ربنا يديها الصحه ويخليها لي وما يحرمنيش منها العمر كله. وعايز اقول لها من خلال برنامجك ونفسي هي تتفرج يعني على هذا الكلام. اولا تحياتي ليها، انا ببعت لها تحيه كبيره جدا انها عارفه قد ايه كمان غاليه عندي جدا وعلى قلبي. ربنا يخليك، ربنا يخليك، احنا طول عمرنا اسره عمر. عايز اقول لها يا رب يبقى تعبك جيب فايده، يا رب يبقى الزرعه اللي انت زرعتيها وانت صغيره
تبقي فرحانة بيها. يا رب ابقى عرفت ارد لك حاجة من اللي انت عملته لي انا واختي. وعايز اقول لها لو ربنا اداني عمر على عمري انا مش هقدر اوفي لك اللي انت عملتي معايا. تعلمت منها ايه؟ تعلمت الاسرة وتعلمت الدفى وتعلمت الاحترام. ربنا يخليها لي العمر كله. اظنها طبعا يخلي لي ابويا طبعا ماليش غيرهم هما الاثنين طبعا هم ربنا يخليه يعني اللي شقي وربه وكبره. بس بتبقى دايما انت عارف فكره الام وست تعبت كتير في حياتها. يا رب بقى يعني اقول لها بس كريم اللي كان قد كده ده يا رب يكون قدر يعمل لك حاجه تبقى فرحانه بيها يا امي ويخليك لي العمر كله. علاقتها ايه بقى باحفادها باولادك؟ لا امي عندها هستيريا احفاد يعني انت عارف فعلا كان دايما يقول لك واحنا صغيرين يقول لك اعزم الولد ولد الولد. انا ما فهمتش ده غير لما خلفت يعني كان طول الوقت حتى قبل ما خلف ملك وعلي انت فين رحت فين ما بسألش عليا ليه انا تعبانه طب وديني للدكتور. عايز اقول لك بعد ما جه ملك وعلي طب الاسبوع ما تسألش عليا وعايزه بس دول حواليها وفرحانه بيهم. ومن دعوه امي ليا ربنا رزقني بزوجه اصيله ومحترمه ويكفي ان انا امي عايشه معايا في بيت يعني يكفي ان هي شايله لي امي دي انا شيء عمري ما انساه لها. ست عظيمه ومحترمه بحبها جدا. جميل ان الزوجه والام يكونوا يعني مشتركين في حب الابن والزوج وده شيء جميل. انت ربنا فعلا اكرمك بزوجه إنسانة ممتازة وأم عظيمة جدا جدا الحمد لله. وأظن ده يعني لما بتبقى المناخ الصحي العام كده بيديك أنت يعني أخرج أنا على طول بقى على طول. ما يبقوا متصاحبين أخرج أنا بقى على طول طبعا أصل خد بالك إيه بس قولي ساعات بقى يعني يقعدوا بقى يعني تقول بقى الرغي ده في سيرتك في الموضوع هم على طول في سيرتي. بس عارف أجمل حاجة عملتها قلت لها بص يا بنتي دي أمي وأنت مراتي انا لا هعرف استغنى عنك ولا عنك. انتوا تقعدوا مع بعض تحلوا مشاكلكم انا ماليش دعوه. وواصلين لصداقه لدرجه ان انا في حاجات اقسم بالله العظيم اعرفها. نقطه ضعفك ايه؟ اولادي. شعورك بالامان مصدره ايه؟ يعني في انسان دايما يشعر ان مصدر الامان بالنسبه له فلوس يبقى عنده فلوس كتير في البنك. في حد تاني يقول لك لا المنصب والجاه والسلطه. واحد تالت يقول لك ابويا وامي. واحد رابع يقول لك الكرسي. انت ايه شعورك بالامان مصدره ايه؟ مصدره اسرتي ويمكن هتستغرب جدا واولادي. الولاد بينقلوا لي مصدر امانهم. تحقيق الذات الى اي مدى حاسس انك انت حققت ذاتك او حققت اللي انت كان نفسك فيه؟ الف حمد والف شكر. ما كنتش احلم بربع اللي انا فيه. ربنا كرمه كبير. انا طموحي ممكن يبقى لسه في حاجات كتيره جدا ما عملتهاش لكن انا اصلي انسان معنوي مش مادي. يعني انا ممكن كلمه طيبه احلى عندي من حاجات كتيره جدا. فاللي انا واصل له ده انا مية مية فضل وعدل راضي مرضي ويا رب اللي جاي يبقى احلى. عيوبك ايه؟ يا لهوي لا ده كتير ده عيوبي عصبي عيوبي غيور جدا عيوبي هو لما باجي اطرح وجهه نظر او اجي اتكلم هي بتبقى ممكن ابقى سخن في ممكن في ناس تفتكرني بنفعل عليها اطلاقا. والله انا عايز كل الناس تبقى حلوه وجميله. بس اعتقد ايه العصبيه والغيره ما اعتقدش الغيره عيب برضه هما بيفرحوا بيه شويه. ايه تاني يا استاذ؟ وممكن ابقى كسول شويه في الرياضه بالذات يعني في الرياضة بالذات ممكن ابقى كسول دي. بس عايز بقى من 2014 اكول. انت بتاكل كويس؟ انا بموت في الاكل المصري بتاعنا. لا واكلنا ايه بقى بتاكل ايه بقى؟ مش باين عليك الاكل. انت خسيت؟ انا خسيت جدا بس لسه انا واخد انا عشان الفيل ولا ايه؟ عشان الفيل. اخلي هو الفيل بقى لوحده واحنا خلينا انا عايز في 2014 عايز بقى ارجع ابتدي بقى اظبط جسمي وشيب وليله وشويه حركات. باكل ايه؟ باكل كل حاجه. واكلنا الملوخيه المحاشي الرز. لا ساعات تنزل كده الشارع كده تروح عند محل كشري في الشارع كده. طبعا. والكبده بتاعت الشارع والكبده مخ سندوتش على فكره احلى اكل في الشارع. يا سلام. وحياه المصحف. يا سلام. انا بس فيها سؤال طب ما اجيب الراجل ده يقعد معايا في البيت بدل ما يقعدوا يطبخوا.
احلى اكل في مصر هو اكل الشارع. ايه الفكره بقى دي؟ مش عارف حد. لا لا بيحط حاجات الحركات في واحد بتاع كبده يا اخي اللي بيقف ده عند مسرح نجم ده يا سلام بتاع كبده يعدي عليه بالليل الساعه. لا مش عايز اقول اسمه. انا قلته قلت المنوف. ده رائع ده ملوش حل غير المنوف الثاني يعني. ده هايل. وبرده بتاع الحواوشي شلبي بقى الحواوشي. أيوة. شلبي ايوه بتاع التوفيقيه ده. ايوه صح. طب بقى وبتاع بقى ايه لحمه الراس بقى والايه والممبار الركيب والعهد الجديد والكوارع اللي هو بقى بتاع امبابه. لا ده ما رحتوش. ده فين؟ لا انا اوديك بقى فين. انا ما عنديش. طب ما تيجوا معانا نقوم ناكل بعد. لا احنا هنروح نلوي عندنا لسه لفه النهارده بعدها حبيبي. انت اكول يعني. انا بحب الاكل بس في الاخر مهنتك برضو يعني بتاكل. وانت بتخاف من ايه؟ بخاف من ايه؟ بخاف من المستقبل. هل ممكن تعتقد ان جواك مثلا جزء من الغرور ممكن يصيبك بعد ما تنجح في عمل ولا لا؟ لا لا. لا لا انا مريت بده كتير اصلا. لا 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 بالعكس. لا 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 ده انا بحب اجيب مناخير الارض بعد كل حاجه. لا لا تعمل ايه؟ ما فيش نجحنا ايه ما في لا ما يعني اصل برضو لو عايز حتى تعتبرها ذكاء كوني دارس سينما ماشي. لكن لا اقسم بالله عمري ما مريت بمرحله الغرور ده. احنا دايما كنا بنفتقد اعمال البطوله في حياتنا وانت جيت عملت عمل بطولي يعني دايما يعني. انا فاكر مثلا كان ليا الشرف اشتغلت مساعد مخرج زمان في رأفت الهجان وكنت بشوف الناس قد ايه فرحانه بشخصيه رأفت الهجان. طبعا قدوه. وانت جيت عملت قدوه جميله جدا في ولاد العم. عملت ضابط المخابرات اللي بيعمل بطوله كبيره جدا جدا وكان فيلم بجد من اجمل افلامك. هل الافلام دي النهارده بالبلدي كده بتجيب مع الناس؟ ولازم ترجع. انا نفسي انها ترجع تاني. احنا محتاجين فيلم وطني كبير جدا. انا نفسي اعمل فيلم وطني. انا نفسي كل نجوم مصر تعمل فيلم. يبقى ايه محوره؟ البلد مصر. ايا كان الفكره بس انا نفسي اعمل فيلم وطني. نفسي اعمل برضه. خد بالك احنا محتاجين قدوه ومحتاجين روح البطوله ومحتاجين حاجات تصحي حاجات قديمه ومحتاجين يعني احنا علينا شويه تراب واتحطينا برضه لثالث مره على بدايه الطريق. وجهه نظري الطريق مش سهل هياخد وقت عقبال ما نرجع ونصلح ونبني. لكن احنا محتاجين فيلم زي جول حسام حسن في الجزائر كده سنه 90. عارف الحاله دي بتاعت. انا اعتقد احنا محتاجين ده. تجربتك مع المرض يعني علمتك ايه؟ وانت مريت بمحنه، محنه صعبه وفي سن صغير وربنا الحمد لله نجاك منها. كنت لسه هقول لك الف حمد والف شكر ان ربنا اختارني وخلاني يعني اخوض هذا الاختبار. اكيد يعني مش سهل على بني ادم عنده 36 سنه انه يعرف ان عنده 8 جلطات في الرئه. انا عارف. عايز اقول لك كل ما يرجع الموضوع ده وافتكره افتكر ولادي. دول اول حاجه شغلت بالي. انت مهنتك معتمده على جسمك. طب هيعيشوا ازاي؟ هيتعلموا ازاي؟ هياكلوا منين؟ انت دخلك كله من شغلك. راس مالنا احنا كفنانين جسمنا شكلنا صحتنا نمره واحد. الفنان لو صحته راحت خلاص يعني مش هتقدر تمثل. لا انت ما عندكش مصادر اخرى للدخل غير الشغل. لا لا انا ما بعرفش اعمل حاجه غير شغلي. فاول حاجه طبعا كانت ولادي. اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان اخد بالي من نفسي وابقى مؤدب نحترم نفسي شويه. في صحتك. انا شخص عصبي جدا غصب عني وانفعالي جدا. واقول كل اللي انا عندي واقوله بانفعال شديد. هي مش عصبيه يعني. في ناس بتفتكرني عصبي. انا ببقى بقوله وانا بصدق عشان طالع من قلبك. مصدقه جدا. وازعل بسرعه جدا وانسى بعد خمس دقائق. لازم اهدى شويه يعني. قول وجهه نظرك بالراحه كده وبهدوء. وايدي على كتفك يعني. ساعات ممكن عشان تنام بتنام بشكل طبيعي ولا تاخد منوم عشان تنام؟ لا ما بعرفش انا اخد لا منومات ولا مهدئات بس ما بنامش يعني. ممكن اخش السرير واحده انام 9 الصبح. يا والله. تفكر فيه؟ بفكر في كل حاجه والله يا عم. بفكر. انا شخصيه غلسه على نفسي يعني. انا مش يعني جلد الذات جدا. عشان كده لما اجي ازعل مع حد ولا حاجه فيجي يقول لي اصل انت عملت. خلاص انا سيبني انا مع نفسي. انا كفايه على اللي عملته انا مع كريم.
فبفكر ايه اللي انا عملته، الاختيار ده صح الاختيار ده غلط، الفيلم نازل امتى، قبل الفيلم حال البلد هيتصلح الحال امتى، هفضل خايف على اولادي مش خايف على اولادي، مراتي وامي وعيالي، طب المصير ايه، المستقبل ايه، الولاد دي هتكبر في دوله عامله ازاي، هيخش ايه دماغتهم، هنرجع تاني نمشي في الشوارع حلوين زي زمان ونحضن في بعض ونسمع احلى اغاني في الدنيا. الفن مش كفر، الفن من اعظم الحاجات اللي ربنا ألهم بيها العبد، ومصر طول عمرها منورة عمر، وطول عمرها يعني منارة الوطن العربي يا سيدي، عشان نفسي ترجع بلدي. تحيا مصر يا أستاذ عمر. تحيا مصر حبيبي. تحيا مصر يا أستاذ. تحيا مصر بشعبها الطيب الجميل. أمين. وفنانيها الجمال اللي زيك يا كريم يا عبد العزيز. ربنا يخليك يا أستاذ. أنا بشكرك جدا على كل حاجة، بشكرك على نبلك، وبشكرك على اللي انت عملته واللي بتعمله في السر واللي بتعمله في العلن، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، ربنا يتقبل منك، واشكرك على الحوار الجميل اللي انت امتعتني بيه وامتعت جميع مشاهدينك المحبين ليك. اتمنى لك كل نجاح كل توفيق، ربنا يسمعنا عنك دايما يا رب كل خير. ربنا يخليك، وانا اللي بشكرك، وربنا يجازيك كل خير يا عمرو، وبشكرك ان انت اتحت لي الفرصه ان اقول كل الكلام ده فعلا من قلبي والله العظيم، عشان يفضل كريم عبد العزيز واحد من الناس اللي احنا بنحبهم واللي احنا بنعتز بيهم. وكان معاكم كريم عبد العزيز، واحد من الناس.